القرمشه بتاعتها رهيبه. صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده. النهارده هنتكلم عن حاجه من الحاجات اللي كل مره بجيب سيرتها بتقولوا لي اعملي فيديو عنها. هنتكلم عن الاير فراير او القلايه الهوائيه. نغطي كل النقط بقى، يا اما حد لسه جايبها جديد ومش عارف يعمل بيها ايه، حد سامع عنها لانها انتشرت كتير قوي مؤخرا وعايز افكار للحاجات اللي ممكن تعمل في الاير فراير، هتبقى مفيده لمين، مش مفيده قوي لمين، انواعها، كل الحاجات هنتكلم عن، نحاول نغطي كل البوينتس النهارده. وعايزين كمان نعمل تجربه انا ما عملتهاش قبل كده، نشوف فرق التسويه، نجرب نفس الحاجه نطبخها نقليها في الزيت نعملها في الاير فراير ونعملها كمان في الفرن عشان نشوف هل الحاجه اللي في الزيت هتبقى طعمها احلى بكتير ولونها احلى بكتير، في فرق رهيب ولا قريبه نوعا ما، فيخلينا في الحاجات الاخف والصحيه اكتر في الاير فراير. هل الفرن بيطلع نفس النتيجه وانا كنت طول الوقت موهومه ان الاير فراير بتخلي الحاجات مقرمشه اكتر؟ هنعمل التجربه دي كمان شويه، بس خلينا الاول نتكلم عنها وانواعها ومميزاتها والحاجات دي كلها وبعدين نجرب. اول حاجه هي الاير فراير او القلايه الهوائيه، في نظري الوظيفه بتاعتها ملهاش اي علاقه باسمها لان هي ملهاش علاقه بالقلي، وان كانت بديل حلو للقلي، بس هي كوظيفه هي اقرب لفرن صغير بيسخن بسرعه جدا، درجه الحراره فيه عاليه جدا، في مروحه زي الكونفكشن اوفنز والحاجات اللي بيكون فيها مروحه بتحرك الهواء السخن بسرعه حوالين الاكل فبيخليه مقرمش من بره وياخد لون قريب من القلي بس ملوش علاقه بالقلي، فبالتالي ما تتوقعوش نفس طعم الحاجات المقليه ولا نفس اللون، يعني شكلها بيكون مختلف شويه اقرب للحاجات اللي معموله في الفرن. الفراينج او القلي هو ان احنا نسوي الحاجه عن طريق ان احنا نطبخها في زيت سخن جدا، وده مش ده اللي بيحصل مع الاير فراير. طيب ليه ما خلينا نستخدم الفرن وخلاص، ما كلنا عندنا افران في البيت بدل الاير فراير؟ ليه نشتري اير فراير؟ نفس الاسباب اللي بيعملوا عشانها كل حاجه جديده، انها كونفينينت اكتر، اسرع، اسهل، عمليه ويوزر فريندلي كده، وما فيها ما تقدروش تبوظوا الحاجات فيها، يعني بحس ان هي بتخلي الطبخ اسهل واسرع خصوصا على الناس اللي ملهاش في الطبخ قوي او اللي ليها في الطبخ بس عايز تعمل حاجه دي بالتحديد بسرعه، فما بنضطرش ان احنا نستنى وقت طويل على ما كل الفرن ده يسخن. تسخين الفرن نفس درجه الحراره بياخد وقت اطول بكتير من الاير فراير. الاير فراير بتسخن بسرعه لان حجمها صغير وبتسوي الاكل كمان بسرعه وبتديله القرمشه الحلوه دي بسبب حركه المروحه وتحريك الهواء حوالين الاكل. الاير فراير هتكون مناسبه لناس كتير جدا، يمكن في وجهه نظري اغلب المطابخ هتستفيد بيها. يعني انا اول ما جبتها كنت عارفه ان انا هستخدمها بس مش للدرجاتي، انا تقريبا يعني مفيش يوم بيعدي غير لما بحتاجها اعمل فيها يا اما طبق جانبي يا اما حاجه على الفطار يا اما اسخن فيها حاجه اوريدي طالعه من الفريزر، يعني كل يوم تقريبا بستخدمها، وده نادرا لما بيحصل مع اي جهاز جبته في المطبخ ان انا استخدمه بصوره يوميه زي كده، وبحبها جدا يعني فعلا فعلا مش قادره اتخيل ان انا استغنى عنها، لاني ببقى بستخدمها هي على جنب وبعمل مثلا يعني بعمل رز على جنب وبسخن فيها هي بسوي فيها الفراخ، او بسوي مثلا سمك في الفرن بعمل فيها هي الخضار على جنب، بتسرع عمليه تحضير الاكل كانها فرن تاني، بتختصر الوقت، ده بيستوي هنا وده بيستوي هنا والموضوع يتم بسرعه. الاير فراير هتكون مفيده كمان لمين؟ لحد بيحاول ياكل صحي. لو انتوا عارفين ان اوريدي الاكل بتاعكم فيه نسبه مقليات كتير، ده هيكون حل مناسب جدا انكم تقللوا القلي وتعملوا كتير من الاكلات المقليه يتعمل في الاير فراير بكميه زيت اقل بكتير، رشه زيت، مسحه زيت خفيفه ويطلع بنتيجه قريبه. فلو حد بيحاول يخس بيحاول ياكل اكل صحي في المطلق، الاير فراير ممكن تساعده على ده كتير، خصوصا لو اوريدي اكله فيه مقليات كتير، بيحب يعمل فلافل، اي اكل من الاكلات اللي احنا بنعملها، بانيه، اي فرايد تشيكن، الحاجات دي كلها ممكن تتعمل في الاير فراير بكميه دهون اقل بكتير. مناسبه كمان لمين؟ بحس انها هتبقى مناسبه لحد ملوش في الطبخ خالص، لانه الريسك فيها قليل. مع الزيت والقلي في الزيت ممكن الواحد يتلسع، ممكن الزيت اصلا يعني حوار، القلي بالنسبه لي مش من الحاجات اللي انا بحب اعملها ابدا، كميه زيت كتير والزيت اوريدي غالي، وبعدين نتخلص منه ازاي بطريقه كويسه من غير ما يسد الحاجات، والريحه بتاعت القلي في البيت. فبحاول انه لو في اي حاجه ينفع تتعمل في الاير فراير، الاير فراير هتبقى يعني اختيار احسن بالنسبه لي. فلو حد مبتدئ ومش عايز حاجات ليها علاقه بالفرن وتسخين الفرن ودرجه الحراره وانهي رف والحاجات دي كلها، بحس انه اغلب الحاجات لو اترمت في الاير فراير لشخص مبتدئ ومالوش في الطبخ خالص هتطلع كويسه ديسنت على الاقل انه يعرف ياكلها. فمناسبه جدا للمبتدئين ويقدروا كمان يعتمدوا عليها في حاجات كتير قوي، يعني يعملوا فيها اغلب الاكلات. دلوقتي بقت بتيجي باشكال وانواع كتير، بقى في منها انواع اللي بتكون اشهرهم واكثرهم انتشارا واللي عندي دلوقتي اللي بيكون عامل زي درج، بنفتح درج كده ونحط جواه الحاجه وبعدين ممكن في النص نطلعه نهزه وندخله تاني. ده بالنسبه لي اكتر واحد عملي من بين الانواع اللي انا جربتها، ده كان اكتر حاجه سهله وتنظيفها كمان سهل، دي نقطه مهمه جدا تدوروا عليها في الاير فراير، تنظيفها سهل والسعه بتاعتها تكون كبيره، وان كنت انا شايفه انها في المطلق مناسبه اكتر للاسر الصغيره.
ودي لو هتكون حاجة هتكون من العيوب انها ما بتاخدش الساعة بتاعتها، مش بيبقى كتير حتى لو حجمها كبير شوية. يعني بحس انه الشخص الناس اللي هتبقى مش مناسبة ليهم قوي هي العائلات الكبيرة اللي بتعمل من كل حاجة كميات كتير جدا، لانه هيضطروا يعملوا الحاجة على كذا كذا مرة، يستموا الحاجة على كذا مرة عشان ما ينفعش ان احنا نسحمها، مفروض نسيب يعني مكان للهواء يتحرك حواليها عشان ناخد التسوية الصح. نوع تاني من الإيرفرايرز اللي انا جربته قبل كده ومحسيتش انه كان سهل او عملي قوي بالنسبة لي في الاستخدام، اللي كان جواه زي باسكت وبتفتحوها من طرف وتحط جواها الاكل وهي بتبدأ تلف كده، زي عارفين يعني لما بنيجي بتاع اللي بتشوي الفراخ دي، الباسكت دي بتقعد تلف عشان الاكل يقعد يتمرجح جواها كده لحد ما ياخد لونه ويستوي. لما واحنا بنحط الاكل جواه وهو بارد اتس اوكي، بس بعد ما الاكل يسخن ونيجي نطلعه عشان نخلع الباسكت دي وما بيجيبوا زي هوكس عشان نطلعها بيها، بالنسبة لي كانت يعني مش عملية، وانا اصلا كلامزي وغالبا هلسع نفسي بيها، فالهاندلنج بتاعها كان صعب يعني، فحسيت انه لا الدرج اسهل بكتير ومش هتلسع منه. في نوع تالت، شكل تالت، هي بقى في منها كذا نوع من الحاجات برضو اللي عجبتني، اللي بتيجي زي رفين، حاسه دي المساحه بتاعتها ممكن تاخد حاجات اكتر كمان، وان كانت بتبقى اضخم في المطلق، بتبقى زي الفرن شويه كده، فهتاخد سبيس من المطبخ اكتر، بس فكره الرفين دي هتخليها تاخد كميه اكل اكتر في المره الواحده. اغلب الماركات اللي انا جربتها كانت لطيفه، يعني انا جربت، انا اللي عندي دلوقتي براند اسمها كوزوري، جربت قبل كده نينجا، وجربت بتاعت انستانت بوت، كلهم كتسوية وقرمشة وأداء كانوا قريبين من بعض وكانوا كويسين. في أنواع كتير كويسة، تجربتي معهم كلهم إنهم كانوا يعني أدائهم قريب من بعض وجودتهم كويسة. لو أوريدي جبتوا الإير فراير، حاسة إن في شوية أكسسوريز، خلينا نتكلم عن أدوات يفضل إنها تكون عندكم لو بتستخدموا الإير فراير، حاسة إنها هتسهل الأمور شوية. أول حاجة هي التانس، فاكرين الفيديو اللي أنا عملته قبل كده عن الأدوات اللي أنا بحبها في المطبخ، عاد نتكلم عن ادواتي المفضله، دي كانت واحده منهم، التانكس اللي بنقلب بيها الحاجات، بحس انها اساسيه مع الاير فراير، خصوصا لو بنعمل حاجات صغيره، علشان احنا غالبا في نص الوقت بنحتاج ان احنا نقلب الحاجه الناحيه الثانيه عشان تاخد لون من ناحيتين، فده هيساعد. دي كمان السباتشولز اللي بتيجي زي كده، دي بتسهل قوي الحاجات الكبيره انها تتقلب فيها، زي السمك. السمك من الحاجات اللي بتطلع حلوه جدا في الاير فراير، يعني بدل السمك المقلي نحط سمكية كبيرة، سمكتين جنب بعض، ومسحة أو رشة زيت خفيفة، وفي نص الوقت بقلبها بدي الناحية التانية، عشان بس فكرة انها جوا باسكت تكونوا حذرين ان انتوا برضو قديكم متتلسعش عشان انتوا بتستخدموها، فالادوات دي هتسهل تقليب الاكل جواها. انما لو فرايز او حاجات صغيرة، ساعات بنطلع الدرج نهزه كده الحاجات تتحرك جواه ونكمل التسوية. ايه تاني بحس ان هو هيبقى عملي؟ البخاخ بتاع الزيت ده اللي انا بستخدمه دايما، يعني انا بجيب ده مؤخرا بقيت استخدمه لاغلب الحاجات، ده اللي بيكون جواه زيت افوكادو. لو تبصوا على الانجريدينتس هي حاجه واحده، زيت افوكادو فقط، في منه كمان بيبقى زيت زيتون، بيبقى فيه يعني فكره ان هو مجرد زيت بسيط جوه بخاخ. او الاوبشن التاني لو مش عايزين تستخدموا البخاخ، هي ان يكون عندكم فرشه صغيره تدوا بيها الاكل اللي محتاج تحمير نوعا ما، مسحه خفيفه، يعني لو هي بنعمل مثلا حاجه فراخ عايزينها تبقى واخده لون ذهبي خفيف، لانه من غيرها ما بتاخدش لون قوي، فممكن اي نوع زيت انتوا تفضلوه يكون صحي شويه تقدروا تدوا بيه مسحه على الاكل خفيفه يديلها لون حلو من ناحيتين. حاجه كمان بتساعد ساعات هي الراكس اللي بتيجي باشكال مختلفه زي كده، لو حاجات يعني بنرصها عليه بيبقى اسهل انه ندخلها ونخرجها من الاير فراير بدل ما نقعد نطلعهم واحده واحده، دي بنطلعها حاجه واحده. او لو حاطين صينيه برضو دي بتسهل ان احنا نطلع الصينيه نفسها كلها من الاير فراير بالهاندلز، دي بتيجي باشكال مختلفه. في ناس كمان بتجيب زي بتبقى زي باسكت كده سيليكون تحط جواها الحاجه، بس حاولوا على قد ما تقدروا ان انتم ما تجيبوش الحاجات اللي تمنع تيار الهواء من انه يتحرك حوالين الاكل، يعني ساعات ناس بتحط حاجات كبيره قوي جواها، لا احنا عايزين نسيب مساحه برضو انه الهواء يتحرك فتدينا التسويه الصح وتبقى مقرمشه وما تتكتمش وتعمل بخار يخليها طريه ومش مقرمشه وما لهاش علاقه بالحاجات المقليه الكريسبي من بره. نيجي بقى لايه الحاجات اللي ممكن نعملها في الاير فراير، ايه الحاجات اللي مش ممكن نعملها في الاير فراير لو هي حاجات بتتقلي او بتتخبز، يعني ده اللي انا بحبه فيها، يعني هي كمان بتحل محل الفرن في حاجات كتير. انا ما جربتش اعمل فيها كيك قبل كده، لانه اغلب الكيكس اللي انا بعملها بتكون على القناه، فببقى عايزه اعملها في فرن زيكم عشان النتائج تطلع قريبه، بس نجرب دلوقتي، نجرب نشوف لو حطينا جواها كيك في صينيه كيك هتستوي كويس ولا لا.
انا بشوف ريسيبيز كتير على الانترنت الناس بتعمل فيها كل المخبوزات، كب كيكس عملنا فيه، ممكن تعمل فيها سينامون رولز، وريتكم في فيديو السينامون رولز انه ممكن نحط صينيه، المهم تكون صينيه على قدها مش كبيره قوي، تحط جواها نفس الصواني والادوات اللي بتدخل الفرن، تقدر اي حاجه بتدخل الفرن ينفع تدخل الاير فراير. اكتر حاجات انا بحضرها فيها هي الفراخ والخضار، اعتقد دي اكتر حاجات بستخدمها فيها، والسناكس يعني الفراخ لو هعمل مثلا زي ما بقول لكم بانيه، هنجربها تاني كمان شويه، اي تندرز او ستريبس او فراخ عايزاها تبقى كريسبي، حتى لو مش فراخ عايزاها تبقى كريسبي، الفراخ العاديه اللي بيكون جواها العظم الوراك الكامله دي، التشيكن ثايز اللي بتبقى عايزينها تطلع جوسي، او حتى الصدر العادي، فكره ان الحراره عاليه حواليها وانها بتستوي بسرعه بتخليها ما تنشفش، فبحب اعمل فيها قوي التشيكن ثايز من اول الوصفات كده، اللي هو ايه اول ما تجيبوها اعمل فيها ايه، مش عارفه اعمل فيها ايه، الوراك بتاعت الفراخ مع تتبيله حلوه كده بتاخد لون من بره وبتتحمر والجلد بيقرمش وبتفضل من جوه جوسي وتستوي بسرعه، فما تفقدش عصارتها وتبقى طريه من جوه. كل انواع الخضار، يمكن الخضار من اكتر الحاجات اللي انا بعملها فيها، لو هعملها بالذات بكميه صغيره، يعني ساعات بيجي وقت بعمل باتش كبيره من الخضار زي ما وريتكم قبل كده في الفيديو بتاع الاكل الصحي، اقطع بقى كميات كبيره من الخضار اسويها كلها مره واحده في صينيتين في الفرن، وبعدين اشيل منهم في الثلاجه او في الفريزر لما احتاج. كل المقبلات الصغيره اللي بتتقلي في الزيت ينفع تعمل في الاير فراير، وبتطلع جميله جدا، قريبه جدا من المقليه، اللي هي الحاجات اللي فيها من بره ملفوفه زي مثلا سبرينج رولز او السامبوسه او الكبه والكبيبه والحاجات اللي بتبقى مقرمشه من بره، قطايف كمان ينفع تتعمل في الاير فراير. تعالوا بقى دلوقتي نجرب، بما ان احنا قلنا في الاول عايزين نشوف الفرق في التسويه. هبدا بحاجتين، هعمل حاجه من الصفر اللي هي تكون زي بانيه او تشيكن كاتلتس او تندرز، عايزاها تبقى مقرمشه من بره، هنجرب الثلاثه التسويه بتاعت الثلاثه، وهنجرب كمان مع حاجه من الحاجات اللي بتكون مجمده اوريدي، بما ان ساعات بيبقى عندنا حاجات في الفريزر، الفرايز الجاهزه، الحاجات اللي زي دي، فهنجرب الفرايز او البطاطس او البطاطس المحمره، نعمل شويه مقليين وفي الفرن وفي الاير فراير، ونقارن ما بين التسويه والطعم وما بين كمان الوقت، كل واحده فيهم اخذت وقت قد ايه، هل الاير فراير هتبقى اطول بكتير ولا برده الزيت بيحتاج يسخن، الفرن، هحسب كل حاجه ونقارن ما بينهم دلوقتي. يلا نبدا. اوكي انا جهزت هنا ثلاث قطع نفس الحاجه بالظبط، دي تندرز صدور فراخ، دقيت عليها شويه عشان تكون مفروده كده، وحطيت دقيق، بيض بقسماط، البانكو بريد كرامس الخشنه شويه دي، شويه توابل، خليت التتبيله بسيطه قوي عشان احنا الهدف هنا هو التسويه اكتر، وهسويهم بقى، واحده هنقليها في الزيت، واحده هنحطها في الفرن مع مسحه او رشه زيت خفيفه، انا هسبراي شويه من زيت الافوكادو اللي عندي ده على الناحيتين، والثالثه في الاير فراير. ادي اول واحده بتاعت الزيت، وادي بتاعت الفرن، بخمم فوق وبخمم حته، وادي الاير فراير انا سخنتها الاول، استخدمت اخترت البري هيت وسبتها بتسخن، بتاخد 4 دقايق عشان تسخن، والفراخ رشيتها من الناحيتين مسحه زيت بنفس الطريقه، وهظبطها بقى على درجة حرارة 400، وهحطها لمدة، هي هتاخد حوالي من 10 دقايق 12 دقيقة، وفي النص هنقلبها. خليني اقول 5 دقايق او 6 دقايق، وبعدين هنقلبها الناحية التانية. اوكي جهزت السيت اب بتاعي عشان انا اكسترا فده المقلي، دي القلايه الهوائيه، وده اللي لسه طالع من الفرن، اكتر واحد اخد وقت طبعا. طيب اول حاجه بالنسبه للوقت، يعني انا اتفاجئت ان الفرق ما بين اللي اتعملت في القلايه الهوائيه والمقليه فرق الوقت ما كانش كتير قوي،
وده بسبب ان الزيت بيحتاج يسخن. يعني انا حطيت شويه زيت، كميه زيت غزيره على قطعه واحده، بس احنا غالبا مش هنعمل قطعه واحده، فالزيت محتاج ان هو يسخن شويه، والزيت اخد يمكن حوالي 10 دقائق عشان يسخن، 8 دقائق عشان يسخن، يمكن اقل شويه، بس ستيل الزيت هيحتاج يسخن عشان يوصل لدرجه الحراره اللي ما يشربش فيها اي حاجه بنقليها زيت كتير. التسويه بقى اخدت يعني دقيقتين ثلاثه، اسرع حاجه فيهم في التسويه هي كانت المقليه. اللي في القلاية الهوائية وقت تسخين القلاية الهوائية أقل وقت في التلاتة، لأن هي بتسخن تقريبا في 4 دقايق، بتسخن بسرعة جدا، بتوصل درجة حرارة 400 فهرنهايت أو 200 مئوية بسرعة جدا. الوقت الطبخ كان المرتبة التانية، أخدت حوالي 12 دقيقة 13 دقيقة في الإير فراير، يعني بعد 5-6 دقايق بتاعت الإير فراير كانت اوريدي واخده لون اكتر بكتير من اللي في الفرن. اللي في الفرن اخدت طبعا اطول وقت في الحالتين، لان الفرن قعد احتاج وقت كتير عشان يسخن، يمكن حوالي 10-12 دقيقه على حسب الفرن بتاعكو. وبعدين التسويه كمان اخدت اطول وقت، حتى بعد 12 دقيقه لما كانت دي خلاص اخدت اللون ده، دي كانت لسه باهته جدا، فعشان كده فتحت عليها من فوق البرويلر او الشوايه لحد ما خدت لون بقى شكلها مقارب للي طالع من الاير فراير. فحاسه انه في الشكل الاثنين دول شبه بعض، المقليه طبعا ذهبي واللون موحد اكتر واستوت اسرع، فشكلها ابيلينج اكتر. تعالوا ندوق بقى، نبدا بالمقليه. طبعا في منتهى القرمشه، واضح من تقطيعها. ميزه القلي في الزيت الوحيده انه بيساوي الحاجه بسرعه جدا، فما بتنشفش من جوه، فبناخد الحاجه المقرمشه قوي من بره ولسه جوسي ما نشفتش من جوه عشان استوت 3-4 دقايق. طعم المقلي اللي احنا متعودين عليه، يعني ما نقدرش نقول انها ما شربتش تماما، الكراست فيها شويه طعم زيت. نيجي بتاعه القلايه الهوائيه، برده مرمشه جدا، القرمشه بتاعتها رهيبه، يعني يمكن تكون مقرمشه اكتر كمان من اللي طلعت من الزيت، لان الحاجات اللي بتطلع من الزيت بسبب انها ما قضتش وقت كتير ساعات بيبقى فيه شويه بخار بيخلوها تطرى شويه صغيرين، وان كانت دي مقرمشه بس دي يمكن كمان قرمشتها اعلى، لكن دي جوسي من جوه اكتر شويه، دي نشفت سن عندي. اخر واحده بقى اللي معموله في الفرن، هشوف لو هي اللي الهوائيه. هنشوفهم الحقيقه لانها قضت اطول وقت في الفرن، في القرمشه وفي كل حاجه قريبه من بتاعه القلايه الهوائيه، مش مقدرش اقول ان هو فرق رهيب. الفرق الرهيب كان الوحيد في التوقيت، دي اسرع بكتير، كونفينينت اكتر بكتير، يعني عشان استنى الفرن يسخن كل الدقائق دي واحطها في الفرن كل الوقت ده، وفي الاخر افتح البرويلر عشان تاخد لون وتكون نشفت عشان اقعد في الفرن كل ده، دي هتكون اسرع بكتير. انهي اللي فايز؟ من وجهه نظري انا دي، لان دي اللي انا بستخدمها اغلب الوقت، ودي اللي انا عارفه انها هتديني حاجه ما بين الاثنين، لا هي ناشفه قوي ستيل جوسي، ولا هي في نفس الوقت مش صحيه وكركبه، والزيت اللي انا لسه هشوف هعمل فيه ايه، وريحه البيت اللي بقت زيت. فبالنسبه لي دي اكتر واحده تفوز اخف، والحاجه اللي انا ممكن اعملها مره كل اسبوع من غير ما احس ان انا يعني اكل المقليات، انتوا عارفين بيحب يدي احساس تقيل كده. نجرب بقى مع البطاطس، هنعمل نفس الموضوع بالظبط، وهنقارن ما بين الثلاثه، الفرايز المقليه واللي في القلايه الهوائيه واللي في الفرن. نيجي بقى للفرايز. المقلية واضح من اللون انها اكتر واحدة فيهم ذهبي، اللي في القلاية الهوائية باهتة شوية، ودي اللي في الفرن. طبعا من حيث السرعة المقلية كانت اسرع واحدة. تعالوا ندوق اول حاجة اللي في المقلية، طعم اللي احنا متعودين عليه. ندوق بتاعت الفرن، لا يعني مش اسوأ حاجة في الحياة، بس مش حلوة بالمرة، مش اللي احنا مستنيينه من فرايز، يعني احنا ما بناكلش فرايز كل يوم. وبقى بتاعت القلاية الهوائية اللي انا حاولت ما اطولش عليها قوي عشان ما تنشفش زي كده. فيها قرمشة خفيفة قوي، بس اقلهم قرمشة، يعني يمكن مقرمشة اقل من دي كمان، بس شايفين فاعتقد في مع الفرايز المقلية اللي هتفوز، للأسف مكنتش عايزاها تفوز، بس هي اللي هتفوز، فرق كبير فعلا. المقلية طعمها أحلى، وهي القوام اللي احنا مستنيينه، مقرمشة من بره وفي نفس الوقت لسه طرية من جوه. دي نشفت قوي من جوه، ودي لو كنت استنيت عليها أكتر كانت هتنشف من جوه، وعشان طلعتها قبل ما تنشف حطيتها بس 12 دقيقة،
ما قرمشتش قوي، فيها طراوه وقرمشه خفيفه قوي، مش همانع ان انا اكلها، هاكلها عادي بقول شكرا. بس في الحاله دي المقليه هي الفروز لانها احلى واحده واقرب واحده للفرايز، فما دام هناكل فرايز محدش مستني انها تكون صحيه قوي، دي طعمها احلى واحده. لو عندكم اي سؤال انا ما غطيتوش النهارده عشان يمكن اكون ما جاوبتش على كل حاجه اكتبوه في الكومنتس، ولو حابين زي ما قلنا نعمل فيديو تاني بس ريسيبيز وصفاتي المفضله في الاير فراير، يبقى تجميع كده الحاجات مختلفه ممكن تتعمل في الاير فراير. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم على خير قريب، وباي باي.